بسم الله ربنا اجعلنا من خير الحاملين لراية الإسلام في هذه الأيام التي تشهد أن الأمة غير واعية بواجباتها إزاء الرحمن ورسول الإسلام ورسول الإسلام عليه السلام والقرآن العظيم. اللهم اجعل عودة على أيدينا عظيم ولا يفوتك فوت ولا يغلبك غالب. والأمر يسير أن ترجع غافلين عن قدرك يا كريم. الآن ما زالت وعليها على الرسول الكريم لم غائبة في خطابهم لأن الناس يستعرض ما عندهم من علوم كاذبة في شأن المولى وشأن القرآن وشأن الرسول الكريم عليه السلام. مرة مستقبل على كل حروب ولا ابتلي رب صلوا عليه. انت وين زعما ما فهمتش؟ دور علي على النبي عليه السلام مدى تبلع النور الكريم ذكر أو مقدسة.